دخلت معاي راشد مبارك السيف لما شت الفنجر الضابط العراقي شته بالجوتي ورميت تحته 3 طلقات وراح يركض. خسائر العدو حوالي 50 طائرة مقاتلة، حوالي 50 طائرة مقاتلة. اللي مشتم البارود شكل، واللي شايف أفلام رامبو شكل، يعني يختلف. نقيب ناصر دويلة ما اكتفى أنه يروح بروحه أو ينسحب بروحه، راح القاعدة وقال القاعدة خلنا ننسحب السعودية. أمر كتيبته قال يا ناصر اسمعوا يا أهل الكويت، اسمعوا الكلمة. أمر كتيبة الدبابات يقول يا ناصر هل ستترك الكويت عند أول معركة؟ ناصر ايش قال له؟ قال ناصر دويلة، سمعوا يا أخوان ايش قال ناصر دويلة. ناصر دويلة يقول له لا أمل من القتال ولن تجدي نفعا إن قاتلت أنت وجنودك وقتلتم.